اليوم شاهدنا مباراة ودية بين جورجيا والمغرب استعدادا لكأس العالم. فريق المغرب حمرنا وجهنا، جابوا فازوا 3-0. تمنيت انا صراحه نكون مشيت لقطر باش نشجع المنتخب ديالنا، ولكن ما كتبتش درا نشجعوا من بلادنا. اليوم شفنا اللاعب حمد الله بلي دار مباراه زوينه، حصل على ضربه جزاء اللي قدرنا نحصلوا بها على 3-0 في المباراه اللي ربحناها. ونتمنى ان شاء الله في كاس العالم زعما يكملوا بهذه الطريقه ان شاء الله ويربحوا ان شاء الله حتى حنايا. السلام عليكم. اما بخصوص الرؤيه والتحليل ديال المباراه، فالانسجام ديال الدراري هي اللي كتعتبر من اهم حاجه بعدا انهم يديروا الدراري انهم ينسجموا بعضياتهم، وكذلك العنصر الجديد الزروري اللي انه تزاد وبين واحد اللمسه ديالو صراحه. اما بخصوص النتيجه ما كتهمش قد ما كيهمنا الانسجام ما بين ليكيب، ولكن الحاجه اللي بانت ليا في المباراه ان المنتخب المغربي ديما كيعاني من واحد النقطه، انهم كيسجلوا اهداف غير كيتقدموا على الخصم وكيبدا واحد التراخي بزاف، وبانوا بعض الهفوات في الدفاع، وكذلك بعض الهفوات حتى في الهجوم من خلال استغلال الفرص. وكنا منتظرنا حمد الله انه يقدم واحد الاضافه، ولكن هذا ما كيبينش اننا غننتقدوا في هذه المباراه اللي كتعتبر غير وديه، وانما كنا ربي البال الاهميه ديال سلامه اللاعبين انهم ما يخرجوش بالاصابه. شي لاعب الا خرج بالاصابه اللي غادي يغير ثاني الموازين ديال الفرقه، ونتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. ومازال المزيد لقدام من خلال هذه المباراه ما نقدرش اننا نحكموا ولا نبداو نعطيو الانتقادات، ولو كانت هناك انتقاد يكون غير انتقادات بناءه، ونتمنى لهم كل التوفيق وديما المغرب. وصراحه هذا الماتش ودي كان جيد وكانت المقابله جيده، وكنتمناو هذا الحماس اللي في المنتخب ديالنا نشوفه في قطر، نشوفه في المونديال بطبيعه الحال. حيت علاش؟ حيت الشعب المغربي هو محتاج للفرحه ومحتاج يحس بالفوز، حيت المنتخب المغربي شحال هادي ما شفناه في مراتب عليا. داكشي علاش بغينا هاد اللعب هذا اللي شفناه في هذا الماتش ودي بطبيعه الحال نشوفوه في الميتشان اللي جايين مستقبلا في المونديال. السلام عليكم، معكم الشاب اسماعيل سامي. اليوم صراحه كانت واحد المباراه اللي هي زوينه ما بين المنتخب المغربي ومنتخب جورجيا. يعني شفنا واحد الاداء اللي هو صراحه يعني نقولوا متوسط. شفنا لعابه تبارك الله، يعني بالنسبه للمدرب دخل يعني دار واحد شويه ديال الشونجمون ما بين اللعابه. بالنسبه لهذا الاداء صراحه هو اش غنقول لك، يعني مازال خصو يزيد. يعني بغينا نشوفوا حنايا واحد المتعه، بغينا نشوفوا واحد القوه ما بين يعني واحد الانسجام ما بين اللعابه. الشوط الاول كان زوين صراحه، يعني شفنا فرص زوينه، شفنا اهداف، شفنا تبارك الله يعني محاولات اللي كانوا تقريبا كانوا يتسجلوا الاهداف كثيره، رغم يعني تبارك الله الحارس ديال جورجيا اللي نقد شحال من محاوله. يعني الشوط الاول كان زوين، ما بين الشوط الثاني كان شويه الاداء يعني ما شفناش واحد الاداء اللي هو داكشي اللي بغينا. يعني كنتمناو من المدرب انه يعني مدربته هو يزيد اكثر ويدخل، يعني يشوف اللعابه ويشوف الانسجام اللي غادي يدخل بواحد التشكيله اللي غتكون قويه ما بين في المباراه الاولى ملي غتشوف المنتخب الكرواتي اللي هو ماشي سهل صراحه. كرواتيا فريق قوي، يعني بغينا واحد التشكيله يدخل بها اللي غتكون منسجمه. شفنا اخطاء اللي دفاعيه شويه صراحه، اللعابه كانوا في المستوى تبارك الله عليهم، غير بغيناهم يزيدوا شويه. المباراه راه كانت زوينه وان شاء الله، وشكرا بزاف للمدرب على هذا الاداء، واخا يعني وهذا الانتصار هذا الشيء اللي بغينا، كتهمنا الانتصار وكنتمناو له التوفيق ان شاء الله للمنتخب المغربي والانتصار على اول ماتش على كرواتيا وهذا الشيء اللي بغينا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بالنسبه لاداء المنتخب الوطني المغربي في الجوله الاولى كان الاداء مزيان، تشكيله مزيانه. المشكل اللي كاين هو عندنا امرابط كيدير شي اغلاط بساط، ما كيكملش الكره، كيطلق كره ناقصه، يعني عندنا مشكل في الكاسور، خصو يعاود يراجع نفسه ويدير شي مستوى مزيان. ومهم التشكيله، بالنسبه لتشكيله المنتخب الوطني مزيانه. الجوله الثانيه في التغييرات لاحظنا بعد التدبدبات في الاداء، ولو الكواري ناقصين، الكره تضيعوا بزاف الكواري، هذا هو الاشكال. خص من الوالد الكراكي يصلح هذا الغلط هذا، بقى
قبل ما نطلعوا نوصلوا للمونديال ان شاء الله، وكنتمنوا لهم التوفيق. المباراه كانت في المستوى، اداء جيد للاعبين المنتخب الوطني المغربي، كنتمنوا لهم التوفيق في كاس العالم ويشرفونا احسن الشريف جميع المنتخبات العربيه ان شاء الله نكونوا في الربع النهائي. وشكرا. بالنسبه للاعب حمد الله، كيف ما كنشوفوا ان ما كانش عنده الحضور بزاف في هذا الماتش هذا، ولكن رغم ذلك انه صيد واحد ضربه جزاء اللي كانت صالحه للمنتخب ديالنا، وبها حقق واحد الهدف اللي هو جميل وهدف نقي. يعني كل واحد نعطيوه حقه، نعطيوه باش نشوفوا في وسط الملعب يعني الاداء اللي غادي يعطي. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.